الآن هنري. واو مال لماذا شواصفي؟ أخطأتني أخطأتني، أنت غبي جدا. هذه ليست الكلمات. حذائي. حسنا، ما الذي يحدث؟ شواز لا يريد أن يعطي ري مفتاح إطلاق صاروخه. وهل لدى شواز صاروخ بالفعل؟ إنه يسمى مكوك الحب. لماذا صنع شواز مكوك الحب؟ لقضاء شهر العسل. نعم، فهو يريد أن يتزوج ويقضي شهر العسل على القمر. لا تكن سخيفا يا شواز، لن تتزوج. قد يحدث، سأجد سيدة تقبل بأي أحد. أعطني المفتاح. أنت تبالغ في رد الفعل. تسمح لي؟ لا لا، شر من صدري. أنت ضربت مؤخرته. هاي، هل سمعتم؟ هناك رهائن في الفضاء الآن، انظروا. نعرف بالفعل. هل تعرفون أن أحد الرهائن من سويلفيو؟ نعم، الجميع يعرف. نعم، جيم ديكل. هل تعرفون أن لدي 11 إصبع قدم؟ 11؟ ماذا؟ ماذا يقول؟ من لديه أخبار الآن؟ سأتفقده. هاي، ألا يفترض أن تكون في الأعلى؟ أستخدم المرحاض لأن الذي بالأعلى معطل. أخبرناك أن تستخدم المرحاض في محطة الوقود. لقد رفضت محطة الوقود. رفاق، محطة الفضاء ستكون فوق سويلفيو بعد ساعة. إذن ماذا يعني ذلك؟ إذا لم تذهب الآن ستنتظر 24 ساعة، وأعتقد أنه متأخر. هيا، يجب أن نساعد رائدي الفضاء، خاصة الذي من سويلفيو. هيا يا شواز، أعطنا مفتاح المكوك. انتظروا، لماذا لا ترسل ناسا أحدا ليساعد الرائدين؟ ها؟ نعم، اتصل بناسا. لا 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 لا، لقد أرسلت ناسا صاروخ المؤن لهما منذ يومين، ستستغرق 6 أشهر لتجهيز آخر. أيمكن اقتراض صاروخ من الصين؟ لا لا، لن أدخل صاروخا صينيا ثانية. هيا شواز، دعنا نستخدم مكوك الحب. نعم، لن تحتاج إليه. سأحتاجه عندما أتزوج. أوه كفى يا شواز، من التي ستتزوجك؟ حتى الصديقة الآلية التي صنعتها لنفسك جيرتا، حتى هي تركتك. لا، نحن فقط نأخذ استراحة. أوه هيا، حولت نفسها إلى طائر يا شواز، ثم طارت بعيدا. متى حدث ذلك؟ الموسم الماضي. تعني الشتاء؟ نعم، أقصد هذا.